اجبر ريال مدريد لما يكون بيومه طلعوا قدام يكون علوا الصوت خلوا نشيد ريال مدريد يوصل لكل العالم. بنفس الوقت باريس سان جيرمان عم يتبهدل بالدوري الفرنسي، الا انه المرينج الملكي عم بيبهدل بالدوري الاسباني. عذرا يا برشلوني بس مش انت الوحيد اللي بتربح بالاربعه، من بعد ما كان متاخر الملكي بنتيجه 1-0 باول دقيقه عم يجي ويفجر ارضيه الميدان ويسجل رباعيه ولا اجمل. طلع قدامك كامافينجا هدف من اجمل اهداف مسيرته الكرويه، ومن بعد كامافينجا عم يجي لوكا والله بتحتر اي هدف اجمل، ومن بعد لوكا عم يجي الحكومه ويسجل ركله جزاء، واخيرا اسينسيو عم يدخل ارضيه الملعب ويسجل رابع. وبنفس الوقت باريس سان جيرمان عم يبلع زرعهم باخر دقيقه ليجي المرينج الملكي ويهددك ويقول لك كلمتين: نحن بانتظارك في ملعب الملوك. لا انا يا دلي طلع قدامك ولك رباعي من ابطال اوروبا لا يعود من جديد، يلي بقول لي بيرلي وما بيرلي هيدا الفريق يونايتد ما قدر له ولك، وهيدا الفريق فخد لندن بلع منه من كم يوم ولك. هاي يا حبيبي منك له ولك وتعلموا من اسيادكم، ثلاثيه ب10 دقائق ورباعيه بشوط واحد فقط. البلوز تشيلسي دمروا بيرلي بارضيه ملعبهم ولك، يلا اخلط على اللوبي ولك.